الرئاسة الغابونية تعلن قرارها تسديد ثلثي ديونها الداخلية، وهو ما يمثل 300 مليار و10 ملايين فرنك إفريقي في غضون أقل من أسبوعين. ينتظر أن تستفيد من دفع الديون 177 شركة، كل شركة منها تصل ديونها أقل من 2 ملياري فرنك إفريقي. سيتم تسديد ديونها بشكل كامل دفعة واحدة. وحسب تصريح لمدير ديوان الرئيس الغابوني علي بونغو ديمبا، فإن المبلغ سيتم تسديده على دفعتين، الأولى منهما يبلغ حجم المال المسدد فيها 160 مليار دولار، على أن يسدد المبلغ المتبقي في غضون أيام. وتأتي هذه الخطوة في ظل التزام كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بمساعدة الغابون على تجاوز ديونها الداخلية سبيلا إلى إنعاش اقتصادها. وتعاني الغابون أزمة اقتصادية توصف بصعب منذ عام 2015 جراء تراجع العالمي لأسعار النفط، قد ألقى ذلك بظلال سلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث أغلقت بعض المؤسسات وسرحت عمالها. وقد انضافت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد إلى الأزمة السياسية القائمة بين رئيس البلاد علي بونغو أودينبا وزعيم المعارضة جان بينغ الذي يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ولا تزال الأزمة السياسية قائمة على الرغم من إجراء البلاد حوارا سياسيا شاركت فيه بعض الأطراف المعارضة، لكن جان بينغ ظل يدعو أنصاره للاحتجاج ورفض الاعتراف بالنظام الحاكم، مستغلا في ذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد.